كل سنة وانت طيب، تن تن تن، ومن قلبي قريب، والسنة دي معايا واللي جاي ويايا. هاي، ازيكم يا جماعة؟ انا آية، والنهاردة انا هشرب حاجات كتير قوي قدام الكاميرا. لازم كده كل حلقتين تلاتة نعمل لكم حلقة مشروبات، عشان انا بحب قوي اشرب حاجات طعمها وحش. يلا بينا نشوف انا هشرب ايه. الكوباية الاولى. طيب يا جماعة، ده شكله مشروب كاكاو. انا متأكدة 100% ان في تويستة في الموضوع. فبسم الله الرحمن الرحيم، كده نشرب مع بعض كلنا ونتقرف. معرفش ايه ده، انا معرفش ايه ده، يعني واضح ان في فانتا، في برتقان، معرفش احنا ممكن نشوف دلوقتي، بس حاجه طعمها وحش جدا. شوكولاته باللبن وعصير برتقان، مشروب جنب الفطار في امريكا، معروف يعني بديهيه، اكيد طبعا جنب الفطار. طعمها وحش قوي يعني يا جماعه، والله انا عمري في حياتي ما شفت او سمعت عن ان في مشروب في امريكا بالفخامه دي. المشروب الثاني، هو انا اتقال لي ما اشمش ده، فمن الواضح انه في حاجه ما ينفعش اشمها. بعناية مجردة كده يا جماعة، أنا شايفة فسيفساء كده حمرة، ودي معناها إن في شطة. يلا بينا نشرب ونعيط. لا لا، والله العظيم مش هكمل. لا لا، كاكاو بالشطة ومشروب من أوروبا. فين بقى في أوروبا؟ أنا ما بحبش يتقال لي أوروبا وأمريكا، يتقال لي بالظبط فين في أوروبا عشان أروح بقى أقل أدبي عليهم. مين بقى في الدنيا بيشرب كاكاو وشطة؟ مين؟ ليه؟ فين؟ المشروب التالت، مش هشم، بس برضو من الواضح انه في حاجه مش هحبها هنا. يلا من غير ما اخمن انا عارفه ايه ده، وهو انا مخضوضه بس في الاول، بس ده كاكاو بدوريتوس. خلي بعديكم يا جماعه، طعمه حلو. عامل ايه؟ انا مقرفه، اي حد يشرب الرياضه يقول طعمه وحش، بس انا صراحه شايفه انه طعمه حلو. لبن بالشوكولاته ودوريتوس، اختراع عزة المونتاج. عزة اللي بيمنتج اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده، بيعمل اختراعات رائعه. بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يخليك ليا يا عزة. هشربها كلها. بدل ما الواحد ياكل دوريتوس لوحده ويشرب كاكاو لوحده، احنا انجزنا، عشان احنا عارفين احنا في القرن 21 دلوقتي، مش محتاجين، يعني مش محتاجين بقى اكل دوريتوس وبعدين اشرب كاكاو، لا بوعد، يعني خدني كده، خد معدتي كده. المشروب الرابع، معرفش بصراحه حقيقي، يعني ممكن يكون ميلك شيك، بس انا طبعا ما ينفعش، يعني ما ينفعش اقول ان ميلك شيك عشان اكيد هو مش ميلك شيك. برضه ناخد لنا كده بق كبير كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معرفش ايه ده. لا عارفه عارفه، ولطنت قدام الكاميرا سمك لبن تمر هندي، فيلم مصري، وعاملين لي كده اللي هو ده اسم البرنامج بتاعي يا جماعه. يعني لو حد عايز يعرف هو ايه الحوار ده سلاش سمك لبن تمر هندي، عشان احنا هنا الراعي الرسمي للعكس. المشروب الاخير، ومضحوك عليا ومحطوط شوكولاته، بس انا مش قادر، مش انا حقيقي مش قادر. كل يا جماعه، من المشروب او الطبق بيبقى شكله حلو، معروف ان جوه في دفائن وحاشه، يعني ايه زي الدنيا كده، يعني عارفه لما الدنيا تبقى من بره كده جميله وحياتك كده حلوه، لازم يبقى في حاجه كده. اتداكيما، الله، ده ميلك شيك عادي، شوكليت سموذي، عشان تعبت عليهم. بنحبك يا حبايبي، والله كمان بحبك قوي، بحب فريق الاعداد، بحب معجبين، بحب حياتي. طيب يا جماعه، دي كانت حلقه الولا حاجه، لا كانت حلقه المشروبات. كل المشروبات وحشه جدا، نادر قوي لما بتلاقوني ماسكه حاجه من الحلقه في الاخر، لان انا ما بكملش، مش هكدب عليكم يعني، بس ده انا مكمله. ربنا يخليكم ليا يا رب، ربنا يخلي لي معجبين، وكل الناس بتتفرج على اليوتيوب، وكل الناس بتتفرج على الفيسبوك. يلا اشوفكم الحلقه اللي جايه، باي.